سألنا كيفاش باش يعمل الدياجنوستيك نتاع البارتي اليمونتاسيون في الكارد كوموند هذه نتاع بورتال اوتوماتيك. هاي تفضل محمد، قول لنا كيفاش تبدا من الاول للاخر. اول حاجه نبداها باش نثبت الكونتينيتي نتاع اسكو، يعني فما كور سيركوي بين الفاز والنوت. كيفاش؟ ديجا نحط هوني نحط كونتينيتي هوني في الانتيمتر ونثبت اسكو فما كور سيركوي ولا لا. كونتينيتي كونتينيتي نجي هوني نشوف نلقاها كونتينيتي انا ها نلقاها، يعني فماش يعني فماش كور سيركوي. هذه المرحله الاولانيه. المرحلة الثانية نجي هوني في البارتي نتاع الريجيلاتور، فهمت كيف كيف نثبت يعني اسكو فما كور سيركوي ولا لا. ما بين شنو وشنو؟ ما بين الجي ان دي اللي هو النوتر وبين البارتي اللي بين 5 فولت. نجم توريها لنا في الشيما؟ هاي بالنسبة للبارتي هي اللي هذه 5 فولت وجي ان دي. برافو. عندنا كل سيركوي هذيك ولا لا؟ هنا مريقلي ما عنديش. تو مش نسألك وانت جاوب. بعد ما عملنا فيريفيكاسيون تاع كل سيركوي في الفاز والنوت، كل سيركوي 5 فولت هذا السيكوريتي نتاعك انت والسيكوريتي نتاع الكارت. قبل ما نعملوا سوبونسيون لازم نثبتوا ديما كل سيركوي دونتري الترناتيف، كل سيركوي سورتي دي سي. باهي توا مش نثبتوا شاك كومبوزون واحد. كيفاش نعملوا محمد باش نثبتوا الريجيلاتور 7805 فونكسيونيل ولا لا؟ باهي الريجيلاتور نرجعوا نحطوا في هوني في الدي سي. بويسك هو 5 فولت احنا نحطو 20 فولت كاليبر 20 بريميا. نجيو هوني نحطو وين اللي باش تقيس؟ هوني هوني. باهي علاش نقيسو من هذيك هي؟ خاطر هذيك ديجا السورتي نتاع 5 فولت اللي عشنا به. هنا نحطو توا الكورونتينا. باهي فهمت وديجا فما ليد هوني. نجيو نحطو هوني بس قداش نلقاو عندنا 5 فولت هكا في الميليمتر. دونك ريجيلاتور يعني ريجيلاتور مريقل يعني ما عندوش مشكل. نسكر الكورون تاعنا. باهي توا كيفاش نثبتوا انه البون اديود فونكسيونيل؟ بالنسبه للبون اديود فونكسيونيل بالنسبه للبون اديود فونكسيونيل نحاول نطلع شويه في التونسيون تاعي خاطر نحطها في 200 دي سي ونجي لهنا البلوس والموان نتاع الكات ديود نتاعنا ونقيسها. نحط بطبيعه كورون سوتونسيون ونشوف نلقى عندي 27. علاش محمد 27؟ 27 اول حاجه خرجت من الترانسفورماتور بريسك 24 ومع الكوندو يعني طلعت شويه الشارج اللي شد تونسيون سورتي ترانسفورماتور ملتيبلي بار راسين دو اللي هو 1.41 تعطينا براتيكمون التونسيون فلتري ريدريسي فلتري سورتي اونتري ريجولاتور والا سورتي راديو. باهي تو باش نثبتوا توازيام كومبوزون اللي هو الترانسفورماتور. باهي بالنسبة للترانسفورماتور هون فوق. باهي ترانسفورماتور شنو عندنا فيه؟ في عندنا اونتري 230 سورتي